ازاي؟ ايه ده؟ انت عبلة، انت ايه اللي جابك هنا؟ اكيد انت دخلت الاوضه غلط. عبلة، اعتقد ان سويت الاستاذ عنتر في اخر الكوريدور. عنتر مين؟ انا جاي الاستاذ نيازي. نيازي؟ تكونيش انت الهديه اللي قالت لي؟ معقوله؟ طب الست دي عجيبه قوي، دي طلعت غريبه فعلا. عموما هدية مقبولة. اظهر ودان عليك الامان يا ذئب. نيرة، انت ايه اللي جابك هنا؟ حظي يا استاذ عشان اكشفك على حقيقتك. نيرة لو سمحت بعد اذنك، ما تفهميش غلط، ده دي 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 هبلة. دي هبلة. دي هدية. هدية؟ زمن الجواري انتهى من زمان يا استاذ. انا هطلب لك امن الفندق عشان يجوا يتصرفوا معاك. استني بس، اعملي معروف عشان خاطري. استني بس لغايه لما البس وبعدين اعمل اللي انت عايزاه. لا يا حبيبي، يجوا يقبضوا عليك كده اهو وانت في حاله تلبس. نيرة لو سمحت ما تفهمنيش غلط، ارجوكي اهون عليك اتمرمطيني. يعني تصدقي ان انا ممكن اعمل كده؟ ايوه صدق، شفت بعيني، محدش قال لي. طب كلمي مامتك، هي هتقول لك على كل حاجه. يعني مامي عارفه انك كنت هتعمل كده؟ ما اقول للبنت ايه بس دلوقتي؟ مش عارفه. طب بصي، ما تكلميهاش، قولي جزر، وهي هتلاقيها جت وقعت على كل حاجه. جزر؟ طيب يا مامي. استني. طب استني يا نيرة، استني انا جاي لك حالا.
هاتي دي أصر نفسي. هاتي دي جزر يا مامي، جزر جزر. أيوة يا مامي تعالي بسرعة. لا أنا مش في أوضتي، أنا في أوضة الأستاذ نيازي الدونجوان ملك الحركات. لا لما تيجي هتعرفي كل حاجة، هتعرفي إن قد إيه أنا مظلوم. يا سلام، استنى بقى لما مامي تيجي وهتوريك اللي عمرك ما شفته. بس نشوف نشوف. هي يا حبيبتي في إيه؟ شوفي بنفسك. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ معقوله؟ وفي الفندق بتاعي كمان؟ ايه مالك؟ ايه في ايه؟ ما تقولي لها على كل حاجه، قولي لها ان حضرتك بعتالي الهانم هديه ليا. ايه؟ انا هبعت لك هديه زي دي؟ هو انت بعت واحده تانية؟ واحده تانية ايه وثالثة ايه؟ انا بعت لك ساعه. هي فين الساعه؟ اهي. اتفضل، دي الساعه الهديه اللي انا بعتها. الله، الساعه فين؟ ساعه؟ ساعتي انا مش فاهم حاجة. امال يعني ديت مش جاية لي هدية ولا حاجة؟ لا يا استاذ نيازي، ما ببعتش حاجات زي دي. وانتي بقى يا عبلة هانم، حسابك معايا بعدين. انا مش بس هخلي الامن يرموكي برا، لا ده انا هخليكي ما تشتغليش في اي فندق تاني. بتعيطي ليه دلوقتي؟ هي بتشتغل هنا في الفندق ده؟ اخص عليكي اخص عليكي يا عدلة. بنتي يلا يا نايرة، يلا يا حبيبتي روحي على اوضتك. لا انا مش هسيبك لوحدك مع الذئب ده، انا هفضل معاكي. ما تخافيش يا حبيبتي انا هتصرف. اتفضل. مامي من فضلك، لا اريد للشفقة او الرحمة تأخذ طريقها الى قلبك ولو لبرها. ايه ده؟ لغة عربية؟ طبعا ليكي حق، ما انا ممسوك بعدلة. يلا يا حبيبتي روحي على الاوضة وانا هقول لك كل حاجة اول باب. يلا. انت لو تعرف انت كسرت قلبي ازاي كنت هصعب عليك. وانت لو تعرفي قد ايه انا مظلوم هصعب عليكي اكتر. صدقيني الست ديت مزقوقه عليا. يلا يا حبيبتي يلا. وانت بقى يا عبلة هانم كنت جايه لمين هنا؟ انا كنت جايه للاستاذ نيازي، هو اللي قال يطلعي لي السويت فوق. انت كدابه، والله العظيم اول مره اشوفها على السرير، انا حتى كنت فاكرها باليه. مش انت الاستاذ نيازي اللي انا شفته؟ مش انا الاستاذ نيازي؟ طب ما قلتيش ليه؟ هو انت اديتني فرصه؟ لا ما اديتهاش ما اديتهاش. وبعدين انا خفت بصراحه. طيب هو فين الاستاذ نيازي ده اللي قال لك اطلعي؟ تحت. في الدور الكام؟ تحت السرير. يا حمتي سوري، شكلي جيت في وقت مش مناسب يعني. لا ده انت جيت في الوقت المناسب جدا والله. طبعا. دي بتعيطي ليه دلوقتي؟ افتكرت مين تاني؟ افتكرت اللي هيحصل لي. هو ده بقى الاستاذ نيازي اللي قال لك تطلعي له؟ اوعى اوعى. لا 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 اوعى. عرفتي قد ايه انا مظلوم؟ اه طبعا، بس لو انا صدقتك الامن مش هيصدقك. امن؟ امن ايه؟ ومين اللي هجيب له سيره اصلا؟ انا. ليه؟ طب ما انت عرفتي ان انا مظلوم، هتجيبي له سيره ليه؟ عشان تصلح غلطتك. اصلح غلطتي ليه؟ انا ما عملتش معاها حاجه. بقول لك ده انا كنت فاكرها بالي يا ام اتجوزها. بس انت مش هتتجوزها هي. امي هتجوز مين؟ هتتجوزني انا. مساء الخير يا فندم. استاذ نيازي الشبراوي نازل فين؟ نيازي بيه نازل في 611. نيازي بيه؟ في 611؟ ايوه يا فندم. نيازي الشبراوي بيه؟ ايوه نيازي بيه يا فندم. شكرا. بقول لحضرتك يا ريت تخبط على الباب كويس لحسن عنده ضيوف وجايز ما اسمعكش. بيه وعنده ضيوف؟ ايوه يا فندم عنده ضيوف. حاجة غريبة. شكرا. عفوا. ايه ده انت رايح فين؟ أنا طالع فوق يا فندم عشان أجيب الماستر كي. مش حضرتك وعدتي إنك تشيلي موضوع دماغي من جوازك؟ جوازي من دماغي خالص. حصل. طب إيه اللي خلاكي تغيري رأيك؟ أنت اللي بتسأل، حقيقي شيء غريب. طب لما حضرتك عارفة إن أنا راجل خاين وماليش أمان هتتجوزيني ليه؟ بالعكس، أنا عارفة ومتأكدة إنك راجل كويس جدا وما بتخونش. الله! ها؟ تحب بقى نجيب المأذون؟
ولا نجيب الامن؟ والله انا شايف ان الحل بتاع المازون ده كويس خالص والله. اخرس اخرس يا وش المصايب. بالعكس الاستاذ ابتدى يفهم كويس بدل ما تروحوا كلكم في داهيه. قلت ايه يا استاذ نيازي؟ ايوه صح. اخرس اخرس يا وش الكوارث. ها يعني مفيش فايده. لا طب انا عندي اقتراح تاني غير الاقتراح بتاع المأذون ده. ايه رايكم اكتب انا العقد؟ يعني عدم المؤاخذه نكتب ورقه عرفي كده بينهم وبين بعض يعني. ايه بتقولي؟ بدي عليك بدي عليك. انا ما عنديش مانع خالص في الجواز العرفي ده، بس الورقه هتبقى معايا. قلت ايه بقى يا استاذ نيازي؟ وافق بقى ابوس ايدك يعني جالي سلم البرد. يا رب اخلص منك يا رب تموت. خلصوني بقى. ماشي اكتب يا استاذ. ثانية واحدة. انا كده بقى براءه يا مدام، ممكن اتكل على الله؟ لا مش قبل ما نكتب العقد. طب وشغلي؟ هترجعي طبعا. ربنا يخليكي ويعمر بيتك يا رب يا رب يا رب. ليه بتعيطي ليه في سنتك السوداء؟ بعيط على خيبتي عشان واحد نصاب زيك قدر يضحك عليا. بتخلصوني بقى انا عايزه انام. ايوه بس في مشكله قبل ما تنامي حضرتك. احنا عايزين 2 شهود عشان يشهدوا على جوازك على الاستاذ نيازي. شهود؟ ايه ده؟ ازاي تدخلوا كده من غير اسم؟ وانت يا استاذ ازاي تسيب مكتبك وتطلع هنا في اوضه الجست؟ انت مرفوض. لا استني استني سعادتك، الاول الاساتذه الاثنين يمضوا كشهود على عقد جوازك انت والاستاذ نيازي وبعدين بيرفضيه. حلو قوي، انت على حق يا استاذ، انا تحت امر صديقي وحبيبي نيازي عشان امضي على عقد جوازه. طبعا حضرتك فرحان قوي. هو انتوا تعرفوا بعض من زمان؟ استني اسمحي لي اقول لك، انا ابقى خال مرات الاستاذ نيازي ألفت هانم السوريه. بجد؟ دي فرصه سعيده جدا. ليه طلب عند حضرتك؟ عناية يا حبيبي، بس من غير ما تقول، سر بينا مش كده؟ محدش يعرفه، اطمن. طول عمرك صاحب صاحبك من ايام بابا الله يرحمه. ها في حاجة تانية ناقصة؟ زرغوطة ناقصنا زرغوطة. يا نفسي صباح الخير. طلعتي الفطار لخالي؟ ايوه الهان، ونازله اجيب كماله. هو لحق يخلص كل الاكل؟ لا الكماله لخالك، ولكن اللي خلص كل الاكل الضيف اللي معاه فوق. هو خالي جاله ضيوف الصبح؟ لا باين كده، بيت معاه من امبارح. انت بتخرفي بتقولي ايه يا ست هانم؟ لو مش مصدقاني اطلعي شوفي بنفسك. السندوتشات يا بيه. حاضر يا سعاده البيت. بليا؟ مين اللي جاب البني ادم ده هنا؟ ومين سمح له ينام في بيتي؟ انا يا حبيبتي. ليه يا خالي؟ ما هو يا حبيبتي هي دي الطريقه الوحيده اللي اضمن بيها ان اوصل لامين. يقوم ينام في السرير ده ويتغطى بالمفرش السرمه الهندي ميد الهندي. هندي؟ يعني كنت نايم على الفيل؟ وبعدين يا ستي معلش اذا كان لك عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي. برافو عليك. يعجبني فيك صراحتك وحسن تقييمك للمواقف. المهزلة دي لازم تنتهي فورا يا خالي. أوعدك يا حبيبتي أوعدك إنها هتنتهي فورا، مجرد بس أوصل لأمين وأديله الفلوس وأخد العقد، ساعتها أنا أول واحد هيرميه في الشارع ومش بعيد كمان أدوسه بالعربية. طبعا ما أنت أصيل، خلصت حاجتي من جارتي. يلا يلا يا هاشم بدل ما أنت واقف تتنطط قدامي كده، روح للبيت قول لها جري سندوتشات خلاص هشبع. يلا اتفضل. تشبع ولا تموت؟ قوم قوم فز من السرير وبتفطر وانت نايم كمان. قوم يا مسجد. يا نهار اسود، الشاي وقع على المفرش يا خالي. عجبك كده؟ معلش يا حبيبتي هدي اعصابك، بس اوعدك اول ما نخلص من الشغلانه المهببه دي حاجتك الهند ونروح رحله مفارش وبس وعلى حسابي. يلا يا اخويا قوم خش الحمام عشان نروح لامين. مش لما اعرف هو قاعد انا حته الاول. طب قوم فز كده وانت عامل زي الست الوالده توعا. من سمعك يا اخويا والله والله يا اخي منها عليا من الصبح. من النظافه
اصلك مش متعود. ماشي ماشي قمنا وادي المطبخ بتاعك. يلا قوم. انت مصر يا خالي على شراكتك من ده اللي اسمه امين؟ يا حبيبتي دي صفقه العمر صدقيني. وانت واثق انه هيوافق على شراكتك؟ اي حد هيشوف الفلوس مش هيقدر يقاوم. ثانيه واحده شوفي. وسيريال كمان؟ ايه ده يا خالي؟ دي اول ورقه ارقامها زي تاريخ عيد ميلادي. جبتهم منين؟ يا حبيبتي من المطبعه لسه بنار الفرن. بذمتك مين يقدر يقاوم منظر زي ده؟ هرشوت هرشوت. لا لا ما تقفلهاش يا وزيدك ما تقفلهاش. ايه ده؟ انت لقيت تخلص الحمام؟ هعمل ايه؟ خلاص خلاص تفضل قاعد اعمل ايه؟ انت لا غسلت وشك ولا نضفت سنانك؟ اللي يشوفك ايه يقول لك بقالك يومين ما دخلتش الحمام ولا غسلت وشك. يومين ايه؟ قول سنتين قرنين. بسم الله ما شاء الله. هتركب معايا العربية وانت بالريحة دي؟ لا خلاص مش عاجبك اخد الشنطة دي وامشي. ولا تتحرك مطرحك عليك زي ما انت. ايه هتعمل ايه؟ لا 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 اشك انها هتجيب نتيجة. هعمل ايه دلوقتي؟ يلا بينا بقى. يلا بينا حبيبتي. ارجوك من فضلك خلي الامن ياخد باله، شدد الحراسة جدا. خالي انت شفت نيازي امبارح؟ شفت حبيبتي تعبان قوي مش كده يا بيلي؟ نيازي تعبان. ما بتفرقش بقه. الله يكون في عونه. نيازي ابن حلال يا حبيبتي مش كده يا بيلي؟ نيازي نيازي ابن حلال، ابن حلال مصفي. يلا بينا بيلي قصدي يلا بينا باشا. يلا حاضر حاضر. يلا زي ما قلت لك يا حبيبتي شددوا الحراسه جدا. حاضر يا خالد. يلا واستناني في العربية على ما نغير هدومي. يلا. هي مفيش حمد لله على السلامة يا باسم. ليه انت راجع من الحج ولا ايه؟ لا راجع من اجازة. اجازة يعني كنت بتستجم، المفروض انت اللي تقولي حمد لله على السلامة. ايه المقابلة الجافة دي؟ ما انك عارفة متأكدة كويس ان انا خدت الاجازة مخصوص عشانك. عشاني؟ اشمعنى يعني؟ حسيت ان دم تقيل على قلبك قلت اريحك مني شوية. كويس انك حسيت. بتقولي حاجة؟ لا لا انا بقول الحمد لله على سلامتك، بس انت كنت هترجع يوم الاحد، ايه اللي رجعك النهارده؟ حسيت ان انا مش قادر ابعد عنك وان اللي حصل بينا ده سحابه صيف لابد ان تنقشع. باسم احنا مش انتهينا من الموضوع ده؟ لا ما انتهيناش، ومش هسيب حد ياخدك مني يا ايمان، خصوصا اللي اسمه نيازي ده. وايه دخل نيازي بس في الموضوع؟ لا دخله بقى، انا حاسس انه بيحبك وان انت مش عايزه تتجوزيني عشان ما تزعلهوش وما تجرحيش مشاعره، رغم ان انا عارف ومتاكد انك بتحبيني زي ما بحبك بالظبط. صح شفتي عملت كده؟ يبقى مش قادره تفكري. ايمان يلا بينا نتجوز ونحط العالم كله قدام الامر الواقع ومعاهم اللي اسمه نيازي ده. المكان مش مناسب، تعالى نتكلم في وقت تاني. لا تاني ولا تالت، يلا بينا ننزل نتكلم دلوقتي. يلا امال هنروح فين؟ انا عارف كافتيريا قريبه هنا بتعمل خصم 50% على المشروبات الصبح. لا لا تعالى نروح الاوتيل اللي اسمه هاي ستايل ده، انا عايزه اروح دلوقتي. وده بيعمل خصم برضو على المشروبات الصبح؟ انا هعزمك يا سيدي. ما اقصدش يا حبيبتي، بس اصلا انا يعني نسيت المحفظه الكبيره اللي فيها الفلوس الكبيره، ما هيش غير محفظه الفك. يا سلام على التنظيم، ما تقلقش انا معايا فلوس. يلا اتفضل. ليكي عندي خبر هيسعدك. خير؟ هناء بنت خالتي اتخطبت. مين هناء دي؟ نعرفها اساسا؟ ما تتخطب ولا تتجوز، انا مالي؟ اصلهم هيعملوا فرح كبير في اوتيل كبير وهعزمك على العشاء. مش انا وعدتك اني هعزمك على العشاء؟ صباح الخير يا سمير. صباح الخير يا نسا نيره. ايه ده انت ما روحتش من امبارح ولا ايه؟ اصل هي زميله عنده شويه ظروف وقلت اقعد مكانها. مصلحه برضه. طب المهم انت ما شفتش مامي؟
اصلا انا خبطت عليها واتصلت بيها ولا بتفتح لي الباب ولا بترد عليا، وكمان موبايلها مقفول. في الحقيقه انا ما عنديش اي معلومات، بس هي ما نزلتش من الفندق لحد دلوقتي. ايه ده، تكون خرجت من غير ما تقول لي؟ ولا دي كمان، لان انا ما سبتش الريسبشن من الصبح، بس هي اكيد نايمه لانها تعبانه شويه واكيد مش عايزه حد يزعجها. هو في حاجه ضروري؟ لا 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 ابدا، بس امبارح كان في موضوع كده وكنت عايزه اعرف خلص على ايه. بس المهم انا كنت عايزه اعرف، هو نيازي في البسين ولا في المطعم؟ لا هنا ولا هنا، هو فوق. لا هو مش فوق، الهاوس كيبنج بينظفوا السويت، وكمان قالوا لي ما باتش امبارح. لا هو في الفندق يا فندم، بس انا نسيت اقول لحضرتك ان هو نقل من سويت لسويت. نقل سويت رقم كام؟ لا في الحقيقه دي اسرار ما اقدرش اقولها لحضرتك. حضرتك ممكن تطلع للمديره وتساليها وهي هتجاوبك. سمير انت عارف انت بتكلم مين؟ ايوه هانم، بس حضرتك خبطت عليها كويس وهي اكيد بس نايمه شويه عشان من ليله امبارح يعني، واكيد هتفتح لي في الاخر. على فكره انت طريقتك غريبه ولهجتك مش عجباني، بس اوكي ماشي اوكي. بقول لحضرتك يا نيره، ممكن تسلمي لها الجواب ده لحسن انا مستعجل عليه قوي؟ بعد اذن حضرتك. اوكي. بقول لك ايه؟ انت معاكي فلوس كفايه؟ كوبايه الشاي هتعمل لها ب 15 جنيه. وتدخل وانت ساكت بقى، هو اكل وبحلقه. طب بقول لك ايه؟ اسبقني على الكوفي شوب ده وانا هسال على حد هنا. قولي لي بقى انك ليكي معرفه هنا، عشان كده واثقه ان هعمل لك تخفيض يا أروبة. يا باسم انا هسال على واحد قريبي نازل هنا في الاوتيل. ايه ده يا امان؟ هو انت قلبت كبيره قوي كده؟ هتدخل ولا نمشي؟ لا هخش طبعا يا حبيبتي، بس بقول لك ايه؟ ما تتاخريش عشان نلحق نرجع قبل الانصراف. يلا. صباح الخير يا فندم. لو سمحت هو الاستاذ نيازي صحي؟ اصل انا عندي ميعاد معاه ومش عايزه ازعجه يعني. في الحقيقه معرفش، ممكن حضرتك تتصل بيه على التليفون الداخلي. لا مفيش داعي، بس هطلب من حضرتك طلب، ممكن لو شفته يعني صحي او نزل يفطر بس تقول لي انا هكون موجوده في الكافي شوب ده لمده ساعه كمان. حضرتك لو عايزاه في حاجه مهمه ممكن تطلعي له السويت احسن، لحسن انا حاسس كده ان هو مش هيقدر ينزل النهارده. ليه هو تعبان؟ هو كان حصلت له شويه وعكه كده امبارح، بس الحمد لله عدت عليه على خير. طب يعني ينفع اطلع اطمن عليه؟ هو في الحقيقه ممنوع، بس انا شايف حضرتك قلقانه عليه شويه، انا هسمح لك تطلعي له. هو 611 مش كده؟ لا يا فندم 630 في نفس الدور اخر الكوريدور. شكرا قوي. معرفش يا فندم. ازاي ما تعرفيش؟ مش انتي لسه جايه من جوه؟ ما خدتش بالي يا فندم. يعني ايه ما خدتيش بالك؟ انتي كنتي داخله مغمضه عينيكي يعني ولا ايه؟ حاجه زي كده يا فندم. حاجه زي كده. طب بصي بقى، تعالي واعملي اللي هقولك عليه لحسن، والله هيكون اخر يوم ليكي هنا في الفندق، فاهمه؟ فاهمه يا فندم. كل يا نونو. عشان خاطري كفايه كده فوزيه هنا. معقول؟ معقوله برضو في واحد يقول لمراته يا فوزية هانم قول لي يا زوزو؟ زوزو؟ طب خلاص كفاية كده يا زوزو، فطار وافطرت وده تاني طبق فاكهة أكله، أنا مش متعود على كده على فكرة، وبعدين أنا كده مش هو أنت مش هتنزلي تروحي مكتبك ولا إيه؟ أنا اشتغلت كتير خلاص وما عنديش استعداد أشتغل النهاردة، أنا النهاردة واخدة أجازة مش هخرج من باب السويت خالص. طب انا نفسي اخرج الحقيقه، تكييف هنا تعبني قوي، عايز اشم هوا في الجنينه. انت كمان مش هتخرج من باب السويت يا زوزو. زوزو روم سيرفيس. وبعدين بقى مي روم سيرفيس. هو انا مش قلت مفيش ازعاج النهارده؟ انا اصلا نسيت اكتب حضرتك جواب مهم كان موجود الصبح في الريسبشن. زوزو هاخد شاور انا. ماشي ماشي يا حبيبي. انا ماليش دعوه والله، هي لقيتي اعمل كده حتى بالاماره الجواب هو عشان حضرتك تصدقيني. اتفضلي على شغلك وحسابك معايا بعدين. ايه يا حبيبتي؟ ايه شكلك بتدوري على حاجه ضايعه منك؟ انت انا
في ايه؟ مش عارفه، حاسه انك فيكي حاجه غريبه، عامله حاجه ممكن تزعلني ومخبيها عليا. انا ممكن اعمل حاجه تزعلك؟ معقوله برضو يا نيره؟ الخاتم اللي انا اشتريته من شهر وانتي ما كنتيش موافقه، مش لاقياه، انتي اكيد اخدتيه صح؟ لا يا حبيبتي طبعا، ختم معقوله يعني؟ على فكره انا لقيته على رف الحمام وخدته وحطيته في خزنه الاوضه، لو رحتي دلوقتي حالا الاوضه وفتحتي الخزنه هتلاقيه. يلا. ايه ده بجد يا مامي؟ انتي احسن امي في الدنيا، انا بحبك قوي. صحيح، انتي عملتي ايه امبارح مع نيازي؟ نيازي؟ عملت ايه معاه؟ ما عملتش حاجه خالص. يا مامي البنت اللي شفناها امبارح في الاوضه معاه. البنت، معلش نسيت. على فكره شكله ساب الاوتيل وخرج من الباب اللي ورا، بس حاسه ان احنا ظلمناه. انتي بقى الموضوع ده يا نيره ما تفكريش فيه. يلا يا حبيبتي روحي على الريستوران اسبقيني عشان عايزه افطر معاكي. افطري؟ ما انت لسه فتره، انا لسه شايفه البنت خارجه ومعاها فطارين. صح، انا نسيت، اصل انا كنت جعانه قوي الصبح. بس يا حبيبتي انا ما عنديش مانع اكل معاكي تاني في الريستوران. يلا يا روحي، يلا حبيبتي اسبقي، يلا اسبقي يا حبيبتي وانا جايلك على طول. بس اوعي تتاخري عليا. زوزو ناوليني لو سمحت البرمص. الصوت اللي في الحمام؟ مفيش اي صوت في الحمام خالص، مفيش. انت مش سامعاني ولا ايه؟ عايز البرنس موجود على الشماعه. زوزو ناوليني البرنس، اعملي معروف موجود على الشماعه. زوزو البرنس. شكرا يا زوزو. الحمد لله فقت. مالك بتمسمري ليه كده؟ ايه جاوبت لك في حاجه وحشه؟ ايه ده؟ ايه؟ انت ايه اللي جابك السويت هنا؟ انت مالك بتعلي صوتك ليه كده؟ في ايه؟ رد عليا، انت ايه اللي جابك السويت بتاعي؟ ايه انت نسيت اللي حصل امبارح ولا ايه؟ ايه؟ حصل امبارح؟ ما حصلش حاجه امبارح خالص. ما حصلش حاجه امبارح خالص؟ ليه يعني؟ الله، العقد بيلي المحامي هاشم بيه، الجواز. جواز؟ جواز مين؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابني هنا؟ صحيح سؤالك في محله، ايه اللي جابني هنا؟ جواز مين؟ مش انت؟ حد جاب سيرة الجواز؟ ايوه انت لسه دلوقتي قايل جواز. جواز السفر، جواز السفر. اصل مامتك جابت لي شغلانه في فندق في ماليزيا، فمحتاج اطلع جواز سفر علشان اسافر هناك يعني. طب ما انت عندك جواز سفر، انا شفته معاك قبل كده. طبعا طبعا، ما انا عندي جواز سفر وانت شفتيه قبل كده، بس جواز السفر بتاعي قديم اللي هو الحجم الكبير. ماليزيا بقى طالبين الحجم الصغير، اتضح ان الحجم الكبير كبير على الفاضي، بيقول لك الصغير هو اللي بيبقى فيه الفايده بقى. ما تتكلمي يا مامي، ايه اللي بيقولوا نيازي ده؟ بصراحه يا نيره نيازي بيكذب وانا كمان كذبت عليكي. لازم تعرفي الحقيقه. اعرف ايه؟ اصل انا ونيازي اتجوزنا. اتجوزتوا؟ اتجوزنا؟ يا نهار اسود، مش انت لسه قايلة دلوقتي انك مش ممكن تعملي حاجة تزعلني؟ نيارة، هو انا اتجوزت مامتك علشان بحبك. تحبني انا؟ وتتجوز مامتي؟ تيجي ازاي دي؟ لا مش هعرف اطلع كده. اطلعي انت. ما اطلع انا كده. لا هو قميص النوم احسن من البرنس. على رايك نيره يا حبيبتي نيره. الا يا اختي، يعني قلتي لي عايزه نخرج عشان نتكلم عشان نتكلم، ومن ساعه ما خرجنا ما فتحتيش بقك بكلمه واحده. يعني انا لو اتكلمت هتسمعني اساسا؟ هو انت فاضي؟ قولي قولي ما يمجيش، كل اذان صاغيه ودني فاضيه، هتصرف اسمعك. طب بقول لك ايه، على ما تخلص كده هطلع اشوف قريبي اللي نازل هنا واجي لك تاني. الله، طب والحساب لو جه اعمل ايه؟ ما تقلقش، هم 10 دقايق بس هرجع لك. طب بقول لك ايه، عشان لو اتاخرتي. هو نازل في سويت نمره كام؟ 630. يا زي
دي اخر واحده ممكن اتصور ان ممكن اشوفها دلوقتي. انت كويس؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ في حاجه بتوجعك؟ لا بس مش عارف، حاسس المكان اللي هنا ده مش بتاعي خالص. ارجوك خديني من هنا، عايز ابعد. بجد؟ ايوه ايمان، انا حاسس زي العيل اللي في الحضانه اللي اصحابه كلهم مشوا وسابوه ومستني مامته تيجي تاخده. يلا ايمان يلا نمشي من هنا. ولو انه التشبيه مش بليغ قوي بس انا مبسوطه بيه. انا مش عارف اقولك ايه، انت كل ما بتبعدي عني بعمل حاجات غلط عشان خاطري، ما تسيبنيش تاني. انا عمري ما سبتك ولا هسيبك ابدا. يلا بينا. بتعملي ايه في السويت بتاعنا بتاعكو؟ هو في ايه؟ مش انا لسه قايل لك كل ما بتبعدي عني بعمل حاجات غلط؟ انا مش فاهمه حاجه. انا هفهمك، انت هنا في السويت بتاع الاستاذ نيازي. هو حرمة. يا نهارك اسود، امتى ده حصل؟ امبارح. الموضوع ما خدش 10 دقايق ولقيت نفسي متجوزه. الف مبروك يا عريس. الف مبروك يا عروسه. ايه انت رايحه فين؟ مش قايل لك كل ما بتبعدي عني بعمل حاجات غلط؟ غلط ايه اكتر من كده؟ دول بقوا ثلاثه، يعني مفيش غير مكان واحد اللي فاضي؟ حاجه سهولك يا حبيبتي. لا يا روحي، خليلي اللي تستاهله، وانت دايما كده غاوي عينات غريبه. بنت اسكتي خالص وبطلي قله ادب، لنده الامن يرموكي بره. فوزيه ما يصحش كده. يصح ولا ما يصحش بقى، مراتك وليها الحق انها تتحكم، عندها حق. انا غلطانه اني قلقت عليك وجيت اطمن عليك. لا 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 ما تقلقيش خالص، اصل نيازي عرف يختار كويس، عارف يختار اللي هتسعده وتحقق له كل احلامه، مش كده يا نزنز؟ مش عارف. ايمان بقول لحضرتك كلها 10 دقايق هتيجي وهنحاسب. يا فندم احنا بنسلم ورديه ولازم نقفل حساباتنا. هو انا ههرب؟ انت شايفني حرامي قدامك يا فندم؟ ما اقصدش. اهي وصلت اهي. انا بقى هعرفك ازاي تعرف تتكلم مع الجست المحترمين اللي زيي. يا ايمان 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 الحساب يا ايمان. هو احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ازاي حضرتك هتعلمني ازاي اعرف اعمل الجست كويس. انا قلت كده يتقطع لساني. قلت او ما قلتش، هتدفع ولا لا؟ بقول لحضرتك ايه، هو الفندق هنا تبع اسم ايه؟ انا عايز اعرف دلوقتي انتي بتعيطي ليه؟ ده بدل ما تحمدي ربنا انه كشفه في الوقت المناسب. انا مش مصدقه نفسي، ده اتجوز 3 مرات في مده بسيطه، ده اكيد مش بني ادم طبيعي. واللي مجنني ان كلهم اكبر منه في السن. يا بابا ده معقد نفسيا. والله ما انا عارف اقولك ايه يا بنتي، بس الجوازه الاولانيه كانت عشان يفك علينا ويقف جنبنا، وهو متجوزها لغايه دلوقتي مش عارف يخلص. الجوازه الثانيه انت بعظمه لسانك قلتي انه تدبس فيها، مش جايز يا بنتي الجوازه الثالثه يكون مش عارف يخلع؟ عشان خاطر يا بابا ما تجننيش، ده واحد بيحل كل مشاكل الناس بالجواز. اديك انتي قلتيها اهو. ولو يا بابا برضو، ده ما يديلوش العذر انه يعمل كل ده. نيازي حياته كلها غلط، بيفكر في كل الناس الا نفسه. معلش انا ما اشوفه هيبقى ليا كلام تاني معاه خالص. ما تخليهوش يجي هنا، انا مش طايقه اشوفه. ومن سمعك انا مش طايقه اشوفه خالص. تاكلي احضر لك لقمه. لا يا بابا انا ماليش نفس، حتى لك انا الغدا تتغدى لوحدك. لا انا اكلت لقمه بجبنه وحنزل اشرب كوبايه شاي على القهوه تحت. طب ما تقعد هنا وانا اعمل لك الشاي. لا لا لا، حنزل اشرب الشاي بتاع القهوه تحت، عايز افك عن نفسي، حاسس اني مخنوق، يمكن ربنا يحلها من عنده. بس تصدقي الواد ده برضه صعبان عليا. ما يصعبش عليك غالي يا بابا، انت لو تشوفها وهي واقفه وبتقولي ده سويت الاستاذ نيازي وحرم كنت همسكها اخنقها، لولا ربنا صبرني ساعتها. لا 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 لا، على ايه؟ هي ساعه زمن وراجع على طول. استنى بس، ما تخليك معايا النهارده، هو احنا لحقنا نقعد مع بعض؟ معلش يعني عايز اشم شويه هوا. يعني انت زهقت مني يا حبيبي؟ لا طبعا، هو انا لحقت، بس معلش عندي شويه حاجات عايز اعملها. خلاص بس هترجع بليل في السواري، ده شغل يعني، ده ملوش دعوه بحاجه. طبعا
قبل ميعادي بنص ساعة أكون عندك. براحتك يا حبيبي، هستناك في الريسترا. إن شاء الله. عاوز إيه؟ في حاجة يا أستاذ؟ لا مفيش حاجة. ممكن أكلم معاكي كلمتين بس؟ طب أنت حط الشنط في العربية وأنا هنزل وراك. أفندي عاوز إيه؟ أنت عارفة أنت غالية عليا قد إيه؟ للأسف أنا اتأكدت النهاردة بس. ليه؟ صدقيني يا نهيرة، أنت عارفة كويس جدا إن أنا لا يمكن كنت هتجوزك. أنت عارفة قد إيه إحساسي بالنسبة لك كأخ، يعني أنت أختي الصغيرة. عشان خاطري ما تقسميش نفسك، عشان خاطري اللي حصل ده كان غصب عني. لعلمك بقى كان لازم حاجة زي كده تحصل عشان تلغي خالص فكرة جوازي منك. معقولة يا نيازي أنت تفكر بالشكل ده؟ تسيب آخر ذكرى ما بيني وبينك تخلص بالصورة دي؟ اللي بيني وبينك مش هيخلص. أنا هفضل أحبك وهفضل أخاف عليك وهفضل أطمن عليك، بس خوف الأخ على أخته. أنت ما تعرفش أنا بحبك قد إيه. على ايه بس؟ نيرة ادي لنفسك فرصة تنسيني، ساعتها هتلاقي الانسان اللي من سنك اللي تحبيه ويحبك، وهتعيشوا مع بعض احلى ايام في احلى عيش زوجية. عارفة ساعتها هتقول ياه نيازي كان عنده حق. بس انا عمري ما هنساك. ومين قالك ان انا هنساكي؟ امسكي خدي امسحي دموعك ديت، دموعك دي غالية عندي. اوعي تعملي في نفسك كده تاني لو سمحت. جوازي من مامتك ده نسيه خالص، انا هفركشه والله هفركشه. بقولك يلا كمان وصليني عشان معيش ولا تعريفه. ايه ده بجد؟ طب خد دول خليهم معاك. لا طبعا. ايه ده كل ده عشان خاطرك بس؟ انا هاخد 20 جنيه. طب خليهم باقي لولا انك حلفتي. بس انا ما حلفتش المره دي. طب عشان ما حلفتيش هفوتهم كلهم بقى. تعالى هنا، رايح فين؟ حسين، هي إيمان فوق؟ فوق، بس مش عايزة تشوف وشك ولا تسمع سيرتك. طب بقولك ايه، ما تطلع معايا انت، ولا اقولك خلينا نطلع، انا عايز اكلمك كلمتين كده. انا ممكن اطلع معاك، بس احسن لك انك ما تطلعش خالص. تعالى اقعد هنا احكي لي عملت ايه. في حد ينزي يعمل اللي انت عملته ده؟ صدقني لو قلت لك ان انا نفسي شخصيا مش عارف ازاي ده حصل. ليه؟ عيل صغير ساقوك حاجه اصفاره، نمت صحيت لقيت نفسك متجوز. ولا اصفاره ولا احمر، انا اتجوزت بكامل قوايا العقليه. يبقى ليها حق اللي عايزه تشوفك ولا تسمع سيرتك من اصله. مش عارف اعمل ايه، الظاهر انا بخسر كل الناس اللي بحبهم. لا ما انت بتلاقي غيرهم يحبوك برضو. ايوه بس المهم انا بحب مين؟ انا عايزك تقف جنبي عم حسين. انا كل غلطتي ان انا بساعد الناس وبس، انا مش عايز غير كده. قوم ترمي نفسك في النار، مش مره واحده، 3 مرات كمان. طب قول لي اعمل ايه وانا اعمل. تسيبك من كل اللي حصل ده وتركز في حاجه واحده بس، ازاي ترجع فلوس ابوك الله يرحمه. هو بيليا. بيليا؟ اهو بيليا ده قص الفساد، هو السبب. تعرف لو شفته والله لضع في زمارة رقبته كده، مش هسيبه الا لما روحه تطلع. ومين اللي مزعلك لما مؤاخذة؟ لا مفيش حد مزعلني. إيه؟ هو في حد يقدر يزعلني؟ ده انا هخرب بيتك يا وش المصايب. انت السبب. يعني الحق عليا ان انا جاي احافظ على فلوسك بدل ما تضيع وما تطلبش منها ولا من ليه؟ فلوسي؟ مالكش دعوه بفلوسي، انت ترحمني وبس. خلاص بس بقى كفايه يا نيازي. وانت اتكلم، ايه اللي حصل؟
يا يحيى بليز اهدى شويه، في ايه؟ ان شاء الله هتطلع حاجه بسيطه. بسيطه ايه يا معتز؟ بس دي بطلت تاكل، بطلت تشرب، بطلت كمان تاخد الدواء بتاعها. بجد؟ حتى الادويه؟ طيب ما تيجي نشوف هي بتحب ايه ونجيبها لها. انت عارف بقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تخرجها من الحاله اللي هي فيها دي انها تشوفني يا زين. اوكي. طبعا انت عارف انه لو جه هنا بابا مش هيسيبه في حاله، بابا ممكن يضربه بالنار. يا نهار ابيض للدرجه دي؟ طب هنعمل ايه؟ هنسيب الست تروح مننا كده ونقعد متفرجين عليها ومربعين ايدينا؟ قول لي اعمل ايه؟ بقول لك يا يحيى، هي جدتك بتحب نيازي بجد؟ مش عارف، بس اليومين دول انا شاكك في حاجه زي كده. دكتور ياسين. خير يا دكتور؟ لغايه دلوقتي ما فيش مشاكل، بس لو ما اكلتش وما اخدتش الادويه وخصوصا ادويه الضغط والسكر هنضطر ننقلها المستشفى ونديها محاليل. ربنا يستر وما نضطرش نعمل كده ان شاء الله. ربنا يستر. ميرسي يا دكتور، او اتفضل حضرتك معلش. ايه يا بابا؟ طمن يا ممكن ان شاء الله هتبقى حاجه بسيطه وتعدي على خير. ان شاء الله خير يا ابني، خير. بس المشكله ان كان معاد اللجنه الطبيه اللي هتحكم على قواها العقليه كانت بعد يومين، وانا الموضوع ده خانقني عامل زي الكابوس. بقول لك يا بابا، من تمسك ما تقولش ما تتكلمش بقى، شايف جدتك وواحد صعلوك حقير بيتجوزها وانت واقف ساكت؟ لا طبعا ما سكتش، انا سكت على الجوازه. كمان انا مش عايز اشوف خلقتك، مش عايز اشوف خلقتك. قول من وشي، قول من وشي. يحيى بقول لك ايه، اسمع، انا فكرت فكره حلوه قوي وباباك بيهزقك كده. اكتشفت ان احنا لو جبنا نيازي ودورنا عليه ودخلناه الفيلا هنا من غير ما حد يحس واقنع جدتك ان هي تاكل وتاخد الدواء هتبقى خلاص كل حاجه اتحلت. اوكي تاني مجنون انت. ما سمعتش بابا بيقول ايه؟ ما تركزش معايا، ركز معايا انا بقول لك. اسمع، ما فيش قدامنا غير الحل ده. لو قدرنا ندور على نيازي ونجيبه وندخله الفيلا من غير ما حد يحس وكلهم نايمين يبقى خلاص. اوكي ندخله باي طريقه بقى، ندخله من على المواسير، من تحت عقب الباب، المهم انه يوصل لجدتك ويقنعها انها تاكل وتاخد الدواء. اوكي المهم دلوقتي ان احنا نلاقي فين نيازي. في داهية الفلوس مش عايز. ايه ده اللي في داهية يا عم؟ انت بتتكلم على 50 جنيه، دي ملايين ومن حقك، وعماله تقول لك خدني في حنانك خدني. بيلي بيتكلم صح يا نيازي، لازم تركز دلوقتي كويس قوي في فلوس ابوك ازاي تستردها، وبعد كده فكر تعمل ايه. مش محتاجه يا عم حسين، مش محتاجه التفكير ده كله. بص يا استاذ نيازي، هاشم بيه دلوقتي رايح على فيلة ألفت، كلمنا واحنا في السكه قالت له انها خرجت وهترجع عشان تفتح له الاوضه والدولاب لانها قافلاهم عشان خايفه على الفلوس. يعني قدامنا اقل من ساعه. اقل من ساعه؟ طب المفروض اعمل ايه؟ لا اللي تعمله ده نبقى نفكر فيه واحنا في السكه. اهم حاجه دلوقتي الهدوم فين؟ عندي على السطح. حلو، وما دام عندك على السطح يبقى كل حاجه تمام. دلوقتي بقى مش ناقصنا غير حاجه توصلنا بسرعه للمنصوريه. الا التاكسي بتاعي كده تبقى الفلوس ضاعت يا عم حسين.